السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الموجز الأخباري لهذا اليوم. فتنة المزايدات ضد السوداني، الحكومة متزنة والشعب سيتصدى للضغوطات. أبرزها قائد شرطة الكرخ، الداخلية تجري 3 تغييرات على مستوى القيادات. عمليات بغداد توجه دعوة عاجلة لأصحاب عجلات النقل الخاص. إيران نحو 3.5 مليون زائر دخلوا العراق لزيارة 40. لجنة ثلاثية للتحقيق في ملابسات محاولة استهداف منزل كشيش في ذي قار. الصدر يدعو إلى نصرة غزة بتظاهرة مليونية في ساحة التحرير ببغداد. هل تستطيع واشنطن الحد من توسع طهران الاقتصادي في العراق؟ العراق يمنح تصاريح عمل لأكثر من 196 ألف عامل أجنبي خلال 5 أشهر. كينيدي يقدم طلبا رسميا لسحب ترشيحه من السباق نحو البيت الأبيض. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي اليوم الجمعة 23 آب 2024، تعرض رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى ضغوطات كبيرة من أجل تحجيمه خشية من صعوده سياسيا وانتخابيا. وقال الهلالي لبغداد اليوم إنه منذ فترة السوداني يتعرض إلى ضغوط كبيرة، مرة من خلال التصريحات الواضحة من قبل شخصيات مؤثرة بالمشهد السياسي، وأخرى من خلال افتعال الأزمات وتسويقها على اعتبار أنها خلل في سياسته أو قصور في البرنامج الحكومي، وأنه يركز على مفاصل غير مهمة ويتجاهل مفاصل أخرى أكثر أهمية. وأضاف: لكن هذه الأفعال قد كشف زيفها من قبل المواطن العراقي البسيط والذي عكرته تجارب السنين الماضية، فبدأ يشخص ما بين الصالح والطالح، وأخذ على عاتقه التصدي لمثل هذه الممارسات والتي نعتقد ويعتقد بها الجميع بأنها من الممكن أن تهدد السلم المجتمعي والاستقرار السياسي والأمني. أفاد مصدر أمني اليوم الجمعة 23 آب 2024 بإجراء 3 تغييرات على مستوى القيادات، فيما بين أن أبرزها تكليف قائد جديد لشرطة الكرخ. وقال المصدر إن وزارة الداخلية قررت نقل اللواء مشتاق صباح محمد غزال من منصب قائد شرطة بغداد الكرخ إلى منصب نائب مدير شرطة الطاقة ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي. وأضاف أنها قررت نقل اللواء عدنان حسن حمد درويش من منصب قائد قيادة حدود المنطقة الثانية وتكليفي بمهام منصب قائد شرطة بغداد الكرخ ضمن ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة. وأكد المصدر أنه تم تكليف اللواء الركن خير الله عيسى عروة بمهام منصب قائد قيادة حدود المنطقة الثانية، مبينا أنه تم تنفيذ هذا الأمر وقريبا سيقوم المذكورين أعلاه بمهام مناصبهم الجديدة. دعت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة 23 آب 2024 أصحاب عجلات النقل الخاصة التوجه إلى مدينة كربلاء للمساهمة في عملية التوفيج العكسي للزائرين. وقالت عملية بغداد في بيان: دعت فيها أصحاب عجلات النقل الخاص بكافة أنواعها التوجه لمدينة كربلاء المقدسة، وذلك للإسهام مع القطاعات الأمنية والدوائر الخدمية لتقديم المساعدة والتسهيلات لعملية التوفيج العكسي ونقل الزائرين ممن أكملوا مراسم الزيارة من كربلاء إلى العاصمة. وعززت عمليات بغداد توجيه ندائها نتيجة الزخم الحاصل للحشود المليونية المعزية بذكرى 40ية الإمام الحسين عليه السلام. كشف وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني اليوم الجمعة 23 آب 2024 عن دخول 3.5 مليون زائر إيراني إلى العراق للمشاركة في زيارة 40. وقال مؤمني في تصريحات صحفية إنه نظرا للبنية التحتية الجديدة لحدود خسروي، فقد تقرر أن يتم تعيين هذه الحدود بشكل دائم كطريق لقوافل الزوار،
وأضاف أنه سافر حتى الآن 3,500,000 زائر من إيران إلى العراق، لافتا أنه عاد منهم 2 مليون زائر إلى إيران، مطالبا بعودة باقي الزائرين إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، ويتوقع أن يتزايد عدد الزوار القادمين من إيران مع قرب حلول يوم 40 التي تصادف يوم الأحد المقبل. كشف مصدر أمني اليوم الجمعة 23 آب 2024 عن تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في ملابسات محاولة استهداف منزل مسؤول حكومي في محافظة ديقار. وقال المصدر في حديث إنه بإعاز مباشر من بغداد تم تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق في ملابسات زرع عبوة ناسفة أمام منزل النائب الأول لمحافظ ذيقار رزاق تشيش، قبل النجاح في إبطالها يوم أمس من قبل فرع مكافحة المتفجرات. وأضاف إن ما حصل هو أول عملية استهداف مباشرة لمسؤول حكومي في ذيقار، ما يستدعي الإسراع بكشف هوية من قاموا بهذا الفعل الإجرامي والذي يحاول خلط الأوراق وإثارة الأوضاع الداخلية. وأشار إلى أن هناك خيوط مهمة توصل إليها فريق التحقيق وسيتم بيان نتائجه في أقرب فرصة ممكنة. دعا زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة 23 آب 2024 أنصاره إلى الخروج بتظاهرة مليونية نصرة لقطاع غزة وتنديدا بالقصف الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023. وقال الصدر في بيان تم تلاوته على منابر صلاة الجمعة على المؤمنين بالقضية الفلسطينية وعلى محبي السلام ومبغض الإرهاب الصهيوني ومجازره، أدعي العراقيين بكافة مشاربهم ما عدا الفاسدين الخروج بتظاهرة مليونية تعكس صورة حقيقية لمدى تعاطف الشعب العراقي الغيور مع القضية الفلسطينية ومع أخوتهم المنكوبين في غزة، وذلك في أول جمعة بعد 17 من ربيع الأول لهذا العام، حيث ولادة النور الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. علق أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي اليوم الجمعة 23 آب 2024 على إمكانية نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في الحد من توسع إيران الاقتصادي في العراق. وقال السعدي إن إيران لديها نفوذ اقتصادي وسياسي كبير في العراق، وهذا النفوذ تم تعزيزه على مدى عقود من العلاقات الثنائية المعقدة بين البلدين، وإيران تعتبر العراق جزءا أساسيا من استراتيجية نفوذها في الشرق الأوسط، سواء من خلال الاستثمارات المباشرة أو من خلال تصدير الغاز والكهرباء. ومع ذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة تمتلك أدوات ضغط قوية بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، وبين أن هذه العقوبات تسبب بالفعل في تعقيد قدرة إيران على تنفيذ مشاريع كبيرة وتوسيع نفوذها الاقتصادي في العراق. من ناحية أخرى فإن قدرة الولايات المتحدة على تقليص هذا النفوذ بشكل كامل قد تواجه تحديات كبيرة. العراق يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، وهذا يجعل من الصعب على الحكومة العراقية اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى قطع هذه الإمدادات دون بديل موثوق. كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الجمعة 23 آب 2024 على منح الحكومة العراقية تصاريح عمل لأكثر من 196,000 عامل أجنبي خلال 5 أشهر من العام الحالي. وقال المرسومي في إيضاح على منصة فيسبوك إنه لغاية الأول من آيار 2024 بلغ عدد العاملين الأجانب الذين حصلوا على تصاريح أمنية للعمل في الحقول النفطية الأجنبية بصرة ذيقار ميسان 196,704 عامل من 50 دولة. وأضاف أن العمال الصينيين يشكلون أكثر من 27% وبعدد 53,912 عامل. تأتي بعدها باكستان 22,546 عامل، ثم الهند 21,675 عامل. وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 4/7/2024 أن منح سمات الدخول الفيزا للعاملين في العراق من اختصاص وزارة الداخلية. قدم المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت أوف كينيدي جونيور
طلبا رسميا لسحب ترشيحه في ولاية أريزونا. وذكر موقع أكسيوس اليوم الجمعة 23 آب 2024 إن روبرت كوينيدي ونائبته نيكول شاناهان والناخبين ال11 لحملته الرئاسية المستقلة قدموا أوراق انسحابهم إلى مكتب وزير خارجية أريزونا. وفي مواجهة المرشحين لا يتمتعان بشعبية تاريخية مثل المرشح الجمهوري دونالد ترامب والرئيس جو بايدن. حصل كينيدي على نسبة تأييد ثابتة بلغت حوالي 10% خلال معظم هذا العام، وأعلى بكثير في بعض استطلاعات الرأي المتأرجحة في الولايات.